أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. هو شخصية سياسية اقتصادية واجتماعية فاعلة، يعد واحدا من أبرز رجال الصناعة في مصر والعالم العربي، وتعد حياته مسيرة طويلة من النجاح والكفاح استطاع من خلالها أن يرفع اسم مصر والوطن العربي في المحافل الدولية، ويصبح واحدا من كبار الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين على المستوى العالمي. إنه النائب محمد أبو العليل، وكيل مجلس النواب الجديد. محمد أبو العليل هو من مواليد القاهرة عام 1951، تخرج في كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان عام 1973، ليدخل بعدها مباشرة في مجال الأعمال والصناعة الذي حقق فيه نجاحا بارزا على المستوى المصري والدولي. على المستوى السياسي، يحفل سجل النائب محمد أبو العليل بالمحطات والمواقف البارزة في الساحة السياسية المصرية والدولية أيضاً. فبدأ أبو العليل نشاطه السياسي منذ عام 1984، وفي عام 1995 أصبح عضواً بمجلس الشعب، وترأس كلاً من لجنة الإنشاء والتعمير ولجنة الصناعة والطاقة في البرلمان بين عامي 1995 و2011، ليتبنى منذ ذلك الحين مسؤوليات المواطن المصري، ويعمل على الارتقاء بالوطن ورفع مكانة مصر داخليا وخارجيا. وفي عام 2020 عاد أبو العليل لمقعد البرلمان مرة أخرى بعد أن شغل منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، ليفوز بذلك المقعد الذي حافظ عليه في الدورة الجديدة لمجلس النواب 2021 بخوضه الانتخابات وفوزه الساحق بها ممثلا عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة. شغل أبو العليل أيضا العديد من المناصب الهامة، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العليل الاجتماعية، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، كما أنه عضو مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، والرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط. كما شغل أبو العليل أيضاً منصب عضو في كل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي، ونائباً لرئيس مجلس الأمناء في المؤسسات المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وبخلاف الإنجازات التي حققها في المجال الاقتصادي المصري على مدار تاريخه العملي الطويل، يتمتع النائب أبو العليل بنشاط متميز في العمل الاجتماعي يمتد لأكثر من 25 عاماً، وذلك عن طريق إسهاماته من خلال مؤسسة أبو العليل للنشاط الاجتماعي التي أسسها في عام 2001، والتي تتولى منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم العديد من المهام الاجتماعية والخيرية في مختلف المجالات. سجل حافل من النشاطات الوطنية المميزة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والعمل البرلماني والاجتماعي يتمتع بها النائب محمد أبو العليل رجل الصناعة المصري، واليوم يضيف إليها منصبا جديدا له أهمية ومسؤولية كبيرة بشغله منصب الوكيل بمجلس النواب في دورته الجديدة.